شو سمو ذي؟ بطاطا شنو؟ بطاطا هذي ب 756 هذي التاجر رابح ولا الفلاح رابح تو؟ 500 هذي فيها 5 كيلو 7 كيلو موجود نتاع 500 و 400 ولا ما؟ لا 500 و 400 مش موجود. ها بسلي عن بي ما عيدش 12 ها بسلي عن بي تاع 18 وسردي مريقي قداش هذا؟ هذا ب 900 هذا شنو نوعيته هذا؟ هذا مش حوتي حوتي مقران مقران وسردي باهي يعطينا تو الأغلبية المواطن يقول لك الفلاح تاعب والتاجر هو اللي رابح في الحكاية لو تفسر لنا شيء التاجر رابح ولا الفلاح رابح تو علاش؟ كلها معذورة العلف غالي الناس كل معذورة باهي السوق اليوم في عين جلولة منين وين السوق؟ الأسواق من 500 حتى ل 1200 راهو تنجم تعيط كل قدير وقدر السوق نتاع عين جلولة في الساعة اليوم ها؟ كيفاش السوق؟ الساعة ولا تحسوا ريح شوي ما معناها السوق طايح؟ تعب شوية بالمقارنة مع السوق اللي فات السوق هذا شنو؟ السوق هذا خل طايح قداش حسب التقريب المقارنة؟ حسب التقريب الراس طايح فيه 150 حسب الأسواق في البركوس الباهي واليوم منين لوين خدام السوق؟ اليوم من 1800 900 البركوس ولا قل شوي ثم موجودة أقل أقل موجود 600 500 موجودة معنا الزوال ينجم يعيد ينجم يعيد حاجة عادية منين لوين شو مرفق كيفاش معنا الزوال ينجم يعيد الزوال يعيد من قداش قداش منين لوين؟ من 700 حتى ل 1200 معنا ثم متاع 500 ولا ما ثماش؟ ثماش 500 500 500 متاع راس ورويس ما ثماش؟ جويد 500 اما 700 موجود متاع 500 هذا متاع فيها 5 كيلو 7 كيلو ما يكونش اه بسلي عن بي ما عيدش 12 ها بسلي عن بي تاع 18 شو سوم البركوس اليوم؟ سوم البركوس اليوم 950 و 900 ومليون موجود نتاع 500 و 400 ولا ما؟ لا 500 و 400 مش موجود وسردي مريقي قداش هذا؟ هذا ب 900 هذا شنو نوعيته هذا؟ هذا مش حوتي حوتي مقران مقران وسردي محمد مشكلة نادم الحياة FM الإذاعة الأولى للصحة في تونس.